ضم ليا دكتور حاتم زاهر استشاري طب نفسي الاطفال والارشاد الاسري عشان هيكلمنا في موضوع مهم جدا وهو اسباب نقص التركيز عند ولادنا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بيكم. زي حضرتك الحمد لله. في البدايه دكتور كنا عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه اصلا تركيز؟ التركيز هو ان انا استجمع قدرات العقليه في وقت معين لتحصيل معلومه. حاجه بسيطه قوي. يبقى انا بستجمع القدرات العقليه بتاعتي عشان احصل شيء معين في وقت معين. يعني اذاكر مثلا حس قانون مثلا رياضيات، احفظ مثلا لفظ جديد في اللغه جديده انا بشوفها، اتعلم مهاره جديده. هو ده كلمه تركيز.